والآن أتشرف بدعوة المستشار عمر مروان وزير العدل ليتفضل لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب المعالي السادة الوزراء، الضيوف الكرام، السيدات والسادة من الحضور الأجلاء، في البداية أعبر عن سعادتي بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، وهو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية في مجالاتها المختلفة، ويعزز الاستفادة من البعد التنموي لهذه الحقوق باعتبارها محفزاً على الإبداع والابتكار. ولقد اهتمت مصر بهذه الحقوق إيماناً منها بأن الأنشطة الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية هي مصدراً من مصادر ثروات الدولة، ووسيلة من وسائل الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ولا شك أن إطلاق هذه الاستراتيجية سيرسم إطاراً يجمع هذه المصادر ويوحد مسارها تحت مظلة محددة تحقيقاً للغايات والأهداف المرجوة منها. الحضور الكريم، تتميز الاستراتيجية التي سيطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء بتغطيتها الجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن خلال بنية تشريعية شاملة متكاملة وعمل مؤسسي متجانس ومتطور يلائم الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق، وتتعدى ذلك إلى الاستفادة المثلى من نواتجها وعوائدها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما تهدف الاستراتيجية إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذا الموضوع وتأثيره على الإنتاج والبحث والاختراع والتطوير، وتكريس المنافسة ومنع الاحتكار، بما يبعث على التفاؤل بأن تكون هذه الاستراتيجية نقطة تحول في إطلاق الإبداعات المصرية وجذب الابتكارات الأجنبية وسط بيئة مؤمنة قانوناً حافظة للحقوق محققة للعدالة الناجزة. الجمع الكريم، لقد ساهمت وزارة العدل بقدر ملموس في هذا المجال من خلال صياغة عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة، وأيضاً بعقد بروتوكولات مع الجهات المختصة في هذا المجال، متوجة ذلك بالبروتوكولين الموقعين بالأمس القريب مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يتعلق أولها بنشر الأحكام القضائية المصرية ذات الصلة بقضايا الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة، ويتعلق الثاني بتدريب السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية على التطبيقات المعنية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية. كما أقامت وزارة العدل ندوات ودورات متخصصة ومتعمقة للسادة القضاة المختصين بنظر المنازعات الناشئة عنها، وتدريبهم على مختلف الجوانب التقنية والقانونية ومعايير الحماية الدولية وأحكام الإنفاذ وآليات تسوية المنازعات. ومن هذه الدورات الدورة المتخصصة التي أقيمت لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ETData، وكان آخر تلك الدورات الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، والتي تلقى فيها 300 قاضي تدريباً متخصصاً وكانوا محل إشادة من مسؤولي المنظمة. وكذلك
إيفاد عدد من البعثات إلى المعاهد والأكاديميات الدولية، منها الأكاديمية الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان من أبرز خطوات الوزارة في هذا الصدد إطلاق مشروع التقاضي الإلكتروني الكامل عن بعد بالمحاكم الاقتصادية صاحبة الاختصاص بنظر المنازعات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وله بالغ الأثر في تيسير سبل التقاضي وتقريب هذا النوع المتخصص من القضاء إلى المتقاضين. في الختام أكرر شكري للقائمين على تنظيم هذه الفاعلية وكل من ساهم في الإعداد لها، وأتمنى أن تكلل جهودكم بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.